كمان. هي بس موجودة في الكلية ولا لأ؟ بس أنا بسأل، هي موجودة في الكلية؟ خلاص تمام، نشوف مع التانيين بقى كمان نزلوا فيه. تمام، أنا بس هستفسر منهم على الحاجة اللي هم عملوها. هل انتوا بتيجوا كده تقعد تقولوا والله كده نفكر في
عشان يتحسن كده وهي جايه تشتكي من الفتيك فانا الفوسفات اللي كان وقع مني من الاي تي بي ده هيتحسن. دكتور حضرتك موجود عندك بروسس تفكير لوجيك على فكره، هو لوجيك ولا مش لوجيك؟ مش هو الاي تي بي دخل الاي بي عشان حته الفوسفاتيه وقعت فانا هرجع لك. انا عندي كام استفسار؟ يبقى اذا البروسس ما بقاش دلوقتي فكره ان انا عندي مشكله وبقعد افكر ولا الحل، مش معناه ان انا مفكرش، معناه بس ده البروسس دلوقتي ان انا احل بيه المشكله اللي عندي. طب هو حضرتك مش موجوده في الكليه؟ انا الكلام اللي يمكن للناس اللي هم اوريدي اشتغلوا ريسيرش سيم لوجيك ان هو فعلا ده حل، يعني ده كلام يعني كده نيوتن والتفاحه اللي وقعت فاكتشف نظريه الكلام ده ما بقاش يحصل. ولا انا كلمت حضرتك ولا كلمت دكتور؟ الحقيقه ان في ناس كتيره هي بتقول دلوقتي ان هي موضوع انا بعمل اندومايز وكله ترايل وتقعد تقول الكلام كبير تمام، بس هو في الحقيقه هو في دماغه الدنيا ماشيه كده. تمام سنه يا انا اكتشفت الحل، بس انا هعمل ريسيرش بس عشان اقدر ابلش الحل ده وهعرضه بطريقه شكلها بسيطه، بس هو في الاخر انا مقتنع ان انا اوريدي لقيت الحل، انا عارف انا البروسيس في دماغي واضح اتس فيري لوجيك. الحقيقه مش كده، هي ان احنا لما بنتكلم في الطب هنتكلم في حاجه اسمها الايفيدنس بيس ماكس. يعني ايه؟ يعني انا اثبتت بالدليل، واثبتت بالدليل يعني ايه؟ يعني اثبتت ان ده بيشتغل وان الحاجه الثانيه ما بتشتغلش. ليه؟ انا عايز اثبت دلوقتي ان عمر بيدرس بشطاره، مدرس شاطر، فجبته قدام الناس اللي فاضل دول وشرف، تمام؟ الناس فهمت كويس، ممتاز، يبقى هو مدرس شاطر ولا مش مدرس شاطر؟ دي خالد اللي هو اصلا ما بيعرفش يشرح لاي حد خالص، ولا حتى واحد لو واحد ساوي اثنين وشرح والناس فهمت. يبقى اذا عمر هو اللي شاطر ولا يمكن الدرس هو اللي سهل؟ ولا يمكن الناس هي اللي اوريدي فاهمه الشاطر هي الناس اللي بتستمع اصلا هي اللي فاهمه كويس جدا؟ واخدين بالكم البروسيس ان هو وات سيمز لوجيك في الاول ممكن نلاقي له اصلا حاجات تانية كتير قوي ممكن تخليه ان هو لا ده هو ما كانش كده خالص. هو الانسولين بيوطي السكر؟ اه ولا لا؟ يبقى السكر متأكدين؟ مش يمكن المادة اللي متداولة فيها الانسولين؟ مش يمكن انا المادة اللي انا الانسولين ده ما بديهوش كده زي ما هو بروتيناية بدوله في حاجة، فيمكن الحاجة اللي انا داولتها فيها هي اللي صحيح عندي راشنال بيقول لي الانسولين هو اللي بيشتغل على السيرفس، طب ده حتى الانسولين بيشتغل على السيرفس ساعات ما بوطيش السكر، الريسبتورز حصل فيها ريزيستنس ما بقاش تستقبل الانسولين. إذا أنا المعلومات اللي عندي كلها معلومات نسبية ومحتاج أجربها وأقارنها بحاجة تانية عشان أقدر أقول إن هي فعلا بتشتغل، عشان أقدر أقول في الآخر والله أنا فعلا هقدر أعالج العين بتاعي بالطريقة دي. تمام؟ في نظريتين كبار إن إحنا إزاي الدنيا هتتطور، عشان إحنا المفروض إن إحنا التوبيك بتاعنا النهاردة Critical Appraisal of Randomized Control Trial. يعني ده بالنسبه لنا هيبقى يعني هتقول ايه ون اوف ستاندرد اوف كيرز اللي احنا هنستخدمها لما نحب نعالج العين بتاعنا، ده اللي انا هبص عليه في الدوايس كنترول ترايل، وهعمل له ازاي ان انا اقيم بقى المعلومه دي محترمه ولا لا. خلاص، بس انا حابب ان انا ابتدي بده لان معظم الناس اللي ما اعرفش شرحته قبل كده في لوزر توسان شويه ولا لا which is مش غلط، بس معظم الناس بتخش على طول على البروسس اللي هو ايه؟ المعادله الكيميائيه ماشيه كده. بنقص على ساعات اسباب خالص اللي هي الفلسفه اللي ورا الموضوع ايه؟ لان الفلسفه اكشن لو انا فهمتها موست بروبلي انا هقدر اتوقع كل حاجه شكلها ازاي؟ يعني لو انا ناسي النقط اللي انا المفروض ادور عليهم هبقى اتليست فاهم الناس كانت بتفكر ازاي؟ الناس اللي عملت كريتيكال ابريزل ده فكرت ازاي؟ الناس اللي عملت راندومايز كنترول ترايل عملت الديزاين ده فكرت ازاي؟ في نظريتين كبار في الفيلوسوفي اوف ساينس في فكره البروبلم سولفنج ده، بس في الحته الساينتفك يعني هنلاقيها مهمه في حاجات زي الطب، فيزياء، بيولوجي،
كان تعرفت اسمه توماس كون. توماس كون كان بيقول ايه؟ ان في حاجه اسمها الكومن نولج او النورمال ساينس. النورمال ساينس اوكي؟ النورمال ساينس يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي احنا عارفينها، الحاجات اللي هي موجوده في العالم، الساينس الموجود في التكست بوكس. احنا عارفين ان مثلا البيبتيك ألسر بيحصل بسبب ان ستريس، في ستريس زياده والاسيديتي بتزيد فبيحصل بيبتيك ألسر. واحنا لو عالجنا الستريس وعالجنا الانكريز اوف اسيديتي بروتون بومب انهيبيتور هنقدر النهارده ان احنا نعالج البيبتيك ألسر. تمام؟ دي الناس اللي هو وبعدين ايه؟ يبتدي يقابلنا مشاكل لان مش كل الناس بتتحسن. يمكن البروتين بامب اللي انا الاوميتازول اللي انا بستخدمه ده شد كده، فبتبتدي شركات الادويه بتحاول تحسن حاجه بتعتبر ريسبتورز احسن، فيبتدي يطلع مثلا ايه بانتوبرازول، ايزوميبرازول، مش عارف ايه، انواع جديده من البروتين بامب خلاص؟ تجيب نتائج احسن، فيقول لي ده موديل دريفت، بقيت افهم الريسبتورز احسن شويه، فبقيت احسن الادويه اللي انا بديها، وابتديت اقارنها بالادويه لقيتها ان هي فعلا احسن. بعدين يحصل لي حاجه اسمها موديل كرايسيس. طورت الادويه بتاعت البروتين بامب وعالجت الاستريس ولقيت برضه عندي نفس المشكله. ابتديت مثلا الاقي ان في بابتك ألسر في البوبيليشن من الناس اللي هم عارفين، الناس اللي هم اللي بيبقوا عاطفين نفس القدره، مفيش اي حاجه بتتعالج. الصفاء النفسي هو من الهبل لدرجه ان هم مش حاسس ان في مشكله اصلا. في ناس كده، الناس دي بتبقى سعيده جدا على فكره. بس لما يجي له بابتك ألسر، طب ليه؟ انا عندي يبقى الموديل بتاعي في مشكله انهار ليه؟ فيحصل موديل كرايسيس. تمام؟ فيبتدي حد يجي يفكر يعمل موديل ريفوليوشن. بلاش كلمه ريفوليوشن ده. فيبتدي يعمل ثوره، وزي اي ثوره هتلاقي ناس كلها بتعارضه. مش فاكر اساميهم، جم الاثنين اللي ابتدوا يفكروا او يبتدوا يكتشفوا ان الكابتيك ارسر ده لما يجي دي بكتيريا. اصل احنا المفروض ان ستريس اعلى في الهاي سوسايتي. بيبتيك ألسر اعلى في اللور سوشيال كلاس. طب ما يمكن ده ليه علاقه بان هم بيبقوا في اوضه واحده والهيجين بتاعهم اقل. طب ما يمكن دي حاجه انفكشن ابتدوا يطلعوا الاتش بايلوري يعملوا لها. ايزوليشن ابتدوا يعملوا لها ايزوليشن من جاستريك ميكوزا. كأي ريفوليوشن الناس كلها في المجتمع العلمي، لكن المجتمع محافظ جدا على فكره، احنا من اكثر الناس اللي بتتغير بصعوبه. وده حاجه مهمه عشان ما يحصلوناش اكستريمز من يعني من النون ايثيكال ترانسفورميشن زي اللي كان بيحصل مثلا في الحرب العالميه الثانيه. انت تجيب واحد عنده ليبروزي وتقعد تسيبه من غير علاج عشان نشوف الناتشرال بروسس بتاعه. استفدنا علميا؟ جدا. من اكثر الحاجات اللي خدتنا علميا الفيزيكاليتي دي قصه كبيره المفروض يبقى تعمل محاضره عليها لان دي مهمه جدا، مشكله كبيره جدا في مصر. تمام؟ لان احنا ابتدينا كده ما كانش عندنا ريسيرش، كان الناس ابتدت تهتم بالريسيرش وتنسى التوتر يعني اهم من الدروسي، اهم من التنميه بتاعتي. في الاخر مش قصدي حاجه، معلش الاكزامبل اللي انت قلته حلو جدا هيفيدنا في ان احنا بنتكلم عن حاجه كتير. تمام؟ فابتدت الناس تعرض، لا يا جماعه ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ ايه الخامس اللي بتقوله ده؟ بعدين يبتدي تعمل اكسبيرمنت ورا اكسبيرمنت ورا اكسبيرمنت، بعد 10 سنين اخذ النوبل برايز. تمام؟ ده بنسميه بارادايم شيفت او بارادايم تشينج. يبقى انا كان عندي فكره قائمه، وبعدين الفكره دي ابتدت حضر طول ما هي شغاله كويسه انا مبسوط، مش هعمل ريسيرش ما انا ما عنديش مشكله، مع العيان بيخف كل الناس مبسوطه وده حقق جميع ذلك. تمام؟ انما يبتدي يحصل لما يبقى عندي موديل كرايسيس ان انا ما بقاش عايز زي ما انا متوقع او زي ما انا عايز، فيبتدي بقى ان احنا نفكر في حاجه اسمها بارادايم شيفت، نغير الفكره خالص. والبارادايم تشينج ده بعد فتره هيبقى نورمال ساينس. هل ده معناه ان احنا وصلنا للحقيقه المطلقه؟ الكمال الدنيا؟ لا. الحقيقه ان احنا النورمال ساينس ده بعد فتره هيبتدي يخش في موديل كرايسيس تاني. نظريه نيوتن جت حلت مشاكل كتيره جدا للجرافيتي كانت الناس مش فاهمها، فابتدت تفهم بقى بنظريه نيوتن
ونبتدي نفهم العلاقات اللي ما بين الكواكب والاجسام الكبيره لغايه لما ابتدينا في لحظه ابتدينا نقدر نشوف الاتوم يلا نطبع ما هي يعني نفس الفكره بتاع الحاجات بتجرافيتيت حوالين حاجات طبع عليها نظريه نيوتن مودل كرايسيس فابتدى يحصل حاجه اسمها الكوانتم سيرفيس وهكذا بعد فتره موست بروبلي الله اعلم بس موست بروبلي الكوانتم سيرفيس هتيجي عند حته وهتنهار مش هنفهم هو اكشلي بتنهار لان في حاجات يعني لو درست فيزياء احنا عشان احنا بنشتغل فيديو سيرفي بتاع راديولوجي واحنا في فيديو سيرفي بندرس فيزيكس عشان ده جزء من شغلنا احنا عندنا حاجه في الانرجيز اللي موجوده في الاتم اسمها ذا دارك فورس الحاجه اللي بتربط البوزيترونز ببعضيها ايه هي؟ محدش عارف هم مسمينها ذا دارك فورس اللي هو اسمها في النورود اوف ذا رينجز حقيقي يعني التنين المجنح ده اللي بعرفه نظرية توماس كون دي حلوة بتشرح لنا حاجات كتير بس الحقيقة ان هو مش هي اللي كل الناس اعتمدت عليها في الساينتفك بروسيس ومن طلع واحد اسمه كارل بوبر قصاده بقى كان بينتقد النظرية دي جدا وشايف ان التطور العلمي بيحصل بطريقة تانية خالص التطور العلمي بيحصل بحاجة اسمها الفلسفيكيشن التغليظ ان انا حاجه عشان تكون علميه يبقى انا لازم اقول ان هي غلط الناس اللي هم بقى اللي في الاعلى شويه عارفين ده يعني ايه احنا مش عاملين حاجه اسمها هايبوثيسيس هو انا في الريسيرش انا بعمل ايه انا مش بحاول اثبت ان حاجه صح انا بحاول اثبت ان هي غلط وفشلي في اثباتها ان هي غلط بيقول لي موست بروبلي هي صح هل انا بوصل للسيرتينتي الدكتور احمد محي عبتواب استاذ الفارماكولوجي كان بيدينا يوم كامل على حاجه اسمها uncertainty in science اسمعوا هتسمعوا ناس بتديكوا فاكس على انها زي الموت هو الحاجه خالص احنا موست بروبلي ده اللي احنا فاهمينه ده اللي احنا شفناه انا شايف عمر بخش بقى دلوقتي شويه خيالين انا شايف عمر قدامي يعني هو فعلا موجود قدامي ولا لا يمكن دي صورته لسه قدامي دلوقتي بس هو اصلا مش دي النجوم كده مش في نجوم اصلا اختلفت بس انا لسه بشوفها دلوقتي بس فرق المسافه مش اكتر فهي في الاخر هو ده الطب انت ده اللي احنا عارفينه ده اللي احنا شفناه هي دي الحقيقه معرفش نقعد نجرب كتير ونحاول نغلط المعلومه فشلنا في تقليدنا هو تقليدنا هو بيقول لي ان هو مصيره يبقى صعب. انا لما بعالج عيانه على فكره مش بعالجه وانا عارف ان ده علاجه. انا بعالجه وانا بقول ان 90% ده احسن علاج ليه. طب لو فشل العلاج ده عندي واحد تاني كان البروبابيلتي 80% هي يعني سوري عمر بحت بس عمر ايه يعني ليه شويه يعني حاجات علميه كده ورا بمعنى ايه؟ ان انا عندي اخر ستاتستكس انا عندي علاج بيقول لي ان هو 90% عندي رقم ده 90% في الاول كان بيطلع في اللوتريه فانا هركز على الرقم ده فرق ما بين اللي بيلعب لوتريه كده واللي بيلعب لوتريه بشويه ايه احصى كده ورا معلش اسف انا دخلت في مواضيع على الفاز ده بس لا انا بس هوصل لكم الايه المعلومه تمام كان بوبر بيقول ان الحاجه العلميه عشان تبقى علميه فعلا لازم تبقى قابله للتغليظ يعني لو انا بتكلم على الايمان انا مؤمن بحاجه انا مش بحاول اغلط فدي مش معلومه علميه لما لو عايز ادرس حاجه بطريقه علميه يبقى انا لازم تكون قابله للتغلط يبقى انا اقدر اقول دي صح ولا غلط لا انا احاول اثبت ان هي غلط في عندي ستيل في دماغي ما ينفعش اخش على موضوع وانا مش ما عنديش probability في دماغي ان هو يكون غلط واقول ان انا بدرسه دراسه علميه اوكي طيب ليه نخش بقى في الابريزل؟ يعني ايه كريتيكال ابريزل؟ كريتيكال ابريزل يعني انا النهارده معلش بقى للناس اللي هم هيجيبوا سنقول ان انا عندي بابليكيشن عندي اوريدي بقى ناس عملت ريسيرش كنت اسمها اخذنا الحاجات دي اخذنا البروس عملنا كلينيكال ريسيرش وعملنا بابليكيشن وكتبنا النتائج اللي احنا وصلنا دي وفي طريقه لكتابه النتائج دي وصلت ونشرتها المفروض ان انا بقى اللي هعالج النهارده فانا النهارده المفروض ان انا مطلوب مني ان انا امسك ده واشوف ان انا هطبقه على العيان بتاعي ولا لا يعني can I apply this piece of evidence
هي عامله زي المحكمه. انا كواحد هيستخدم الاستادي دي مطلوب مني ان انا اهاجم الاستادي كاني انا المنتهي العادي. والمفروض ان الاوفر بتاع الببليكيشن بيدافع عنها كانه المحامي، بس هي الدور متشقلب شويه لان هو المحامي بيدافع عنها من قبل ما حد ما يهاجم. فهو لازم يبقى متوقع انا هاجمه في ايه عشان يدافع عنها من قبل. بس احنا عارفين لان احنا عندنا رولز للحاجات دي. فنفترض ان انا لو اوصف صح، لو برايمري او برنسبل انفستيجيتور فاهم اللي انا بعمله كويس، انا بعرف اكتب ايه كل حاجه اللي انا المفروض تبقى مطلوبه مني، بحيث ان انا لما يجي واحد زي بقى عايز يابلاي الافنس ده او عايز بكل بساطه ان هو بيتسلم عايز يهاجم الافنس ده، يبقى اوريدي الاجابات موجوده للكلام ده. الدواء ده كان بيقلل بلاد
الغاز وكل الناس تحول للدواء ده. لا احنا كنا مستعجلين، عشان كده مهم قوي اللي احنا بنقول عليه ان احنا نبقى مجتمع كونزرفتيف. اصبر كده على الدواء، كمل كده الفولو اب بتاعك، شوف كده لقينا ان ما حصلش فرق في اللونج تيرم اوتكمز او يمكن انيل ساعات. الدواء الثاني الجديد ده اللي كان بيقلل سكر جامد اكشولي دخل في عدد ناس من العيانين في هايبوجليسيميا فماتوا من هايبوجليسيميا. ففي الاند ريزلت الناس اللي ماتوا في الدواء الجديد اكتر من اللي ماتوا في الدواء القديم، لانه هو بيوطي السكر احسن. شفتوا البروسس دي مش ازاي؟ شفتوا ان احنا ما نستعجلش قوي على الكونكلوجن الصغيره، بس لازم نبص على الحاجات الثانيه الكبيره. بريفلي اساس الستادي ديزاين، شوف الستادي ديزاين بتاعك هو فعلا انت ماشي مع الحاجه اللي انت بتفكر فيها ولا لا. نشوف الحاجه دي بقى مين الستاتستيكال بريسيشن السمري اللي مكتوبه. خلينا نخش دي برضه كان ملخص سريع كده الستادي تايبس اللي عندنا. هنبقى عليها حاجه اسمها ديسكريبتيف، دي الناس بتاع سنه اولى ممكن تبقى دي تقرا شويه بقى. عندنا ديسكريبتيف ستادز واناليتيك ستادز. ديسكريبتيف ستادز يعني انا مش هعمل حاجه للترسم، انا مجرد انا عندي عيانين اوريدي بعالجهم وانا شايف ان انا بعالجهم صح، بس انا خلينا امين مع نفسي انا بكتشف ان في مشاكل في انفكشن ريت عالي. انا بعمل عمليه ممتازه بس العيانين بيجي لهم بوست اوبريتيف انفكشن، في مشكله عندي بدور عليه فببتدي اعمل ايه سابق؟ ايه سيبك؟ اعمل سيرفي ده اسمه ديسكريبتيف ستادز. حاجه بس اسمها اناليتيك ستادز ده في حته السينكينج ده اكتر شويه تيجي مني. بس حتى الاناليتيك اللي انا عندي حاجتين، عندي اوبزرفيشنال واكسبيرمنتال. اوبزرفيشنال انا برضه ستيل مش بدخل انا حاجه من عندي جديده، انا بحاول بس ان انا ايه ابتدي اخد يعني اقيس بلوت سامبلز اشوف طب العين ده كان دايبيتك، العين كان دلوقتي عنده مشكله في الاميونيتي، وتبقى ابتدي ادور على المشاكل. دي حاجه اسمها كروس سكشن كيس كنترول كورد ستادز. الديسكربشن بتاع الستادز دي موضوع تاني كبير قوي. تمام؟ او اكسبيرمنتال وده اللي احنا عايزين نشتغل عليه النهارده اللي هو راندومايز. What is a randomized control? It is an epidemiological experiment in which subjects in a population are randomly allocated to two groups, usually both study and control groups, to receive and not receive an experimental preventive therapeutic procedure or therapeutic procedure, maneuver or intervention. Definition دي كتبها واحد مهم قوي اسمه جون لاسك، واحد من الناس اللي هو مهمين جدا في العلم. الكلام اللي كان كان يعني انا النهارده عايز اثبت ان الدواء ده احسن من الدواء ده. ايه احسن من ايه؟ يبقى انا محتاج ان انا اقارن ايه ده الاكسبيرمنت بيه ده الكنترول بيه ده. ممكن احنا بنفضل ان هو يبقى الستاندرد اوف كير الجولدن ستاندرد، بمعنى انا عايز اثبت ان عمر شاطر. طب هقارنه بحد تاني؟ هقارنه بخالد اللي هو اصلا ما بيذاكرش؟ لا، هقارنه بحد تاني هو اشطر واحد في الدفعه، هقارنه برقم واحد او هقارنه بالعشر الاوائل. خلاص؟ لان انا لو انا بقارنه بالعشر الاواخر وطلع ان هو اشطر مش دليل على اي حاجه خالص. تمام؟ فانا بحب اقارن بالجولد ستاندرد. ساعات الجولد ستاندرد ده ما بيبقاش موجود فبقارن بحاجه ثانيه. عندنا مشكله احنا في الاونكولوجي دلوقتي الادويه بتاعتنا بتبقى جامد، وشركات الادويه بتعتبر ده بزنس كبير جدا بالنسبه لها. خلاص؟ وفي ديزيزز للاسف البروجنوز، عارفين ايه البروجنوز؟ البروجنوز يعني النظير المرضي، يعني انا احتماليه ان هو يخف للاسف مش حلوه قوي. فاحنا بنبقى يعني اي دواء هيخش يساعدنا يا هات انا ما عنديش مشكله. بس هو دلوقتي عشان يدخل الدواء ده في الماركت لازم يثبت ان هو احسن من حاجه ثانيه. عشان يدخله بسرعه مش هيحاول يثبت ان هو احسن من الجولد ستاندرد اللي عندنا او الستاندرد اوف كير. يحتاج حاجه اقل شويه ويقارنوا بيه. ده بيحطني في معضله رهيبه بقى. لان انا محتاج ادويه جديده تخش تساعدني، لان انا عندي مثلا بجرب يعني فيرست لاين اوف تريتمنت وبعدين بعد فتره يحصل له فيلير. فانا ببقى محتاج سكند لاين وثيرد لاين. فهو بيجي يحط لي ادويه ثانيه بقى. بس اكشولي انا كان نفسي ان هو يقارنوه لي بالستاندرد اوف كير، لان هو ده اللي هيقول لي فعلا الدواء ده جايب لي حاجه جديده ولا لا. وهو بيجيب لي مثلا الدواء الستاندرد اوف كير ده زمان كان متقارن بالستاندرد قبليه، فهو يجي يقارنه بالستاندرد اللي قبليه فيروح حاطط الاثنين قصاد بعض. بس انا عندي دايركت كومباريزون استخدم مين قبل مين لما انا بتكلم بقى على فكره التشانسز دي.
ان انا most probably we are going to try the treatment A because in the studies it has proven to be statistically more efficient. يعني most probably هيبقى احسن. وصلت المعلومه دي؟ هو يجي يقارنها لك بالتاني فيبقى عندك اثنين قصاد بعض انت مش عارف تختار هما. هو الاثنين يعني A تقارن ب C A تقارن ب C وB تقارن ب C والاثنين قالوا ان هما احسن. اذا A وB هو بيقول لك اذا A وB equal. تمام؟ ساعات لما ما بنعملش حاجه ثانيه خالص بنقارن بحاجه اسمها البلاسيبو. سمعتوا عن البلاسيبو ده قبل كده؟ البلاسيبو يعني دي حاجه شبه الدراج اللي انا بديه او الانترفنشن اللي انا بديه. بديه للعيان الثاني اللي مش هياخد الدواء. البلاسيبو ده فيه مشاكل كتير وبيفيدنا في حاجات كتير. مثلا هل في الجراحه ينفع ان انا اعمل بلاسيبو؟ انا عايز اجرب جراحه جديده. هل في بلاسيبو؟ حصل جراحة جديدة. حلو رائع. الكلام ده ممتاز، مشكلته الوحيدة حاجة بس. خلاص. لو العيان موافق. حتى لو عايز موافق. حتى لو عايز موافق. مش حاجة يعني. لو موافق مش هتبقى بلاسيبو. لو موافق مش هتبقى. لو ايه؟ لو موافق مش هتبقى بلاسيبو. لا ما هو موافق ان هو احتمال كده او احتمال كده. يعني احتمال يعمل لك العمليه واحتمال نفتح ونقفل بس. يعني نظريا قد يكون الكلام ده صح، عمليا ما فيش حد هيوافق على الكلام ده. فاذا انا هقارن بين بعض تمام؟ انا عايز ايه من انا عايز ان هم الاثنين ياخدوا دوايين ونقيس اوتكم واحد هيخف ولا مش هيخف. وانا مش عايز حاجه ثانيه تتداخل في النص، يعني ما بقاش اللي بياخد دواء بي ده ياخد ثاني معاه دواء سي ممكن يغير لي الدنيا، ما بقاش عارف هو النتيجه احسن واوحش بسبب الدواء اللي انا بستدي عليه ولا دواء ثاني دخل يشتغل معاه. ومحتاج برضو ان انا ما بقاش بايس. بايس راندومايز كنترول ترايل ده اصلا الدايليما بتاع كل اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. هل انا النهارده جاي عيان احنا كده شكله يعني الديزيز لسه في بداياته وهيخف بسرعه احطه في الاكسبيرمنت النهارده؟ العيان ده داخل عليه النهارده متكحور تماما. على فكره الكلام اللي هو شكله واضح كده ان هو ده بس ده يعني انا اسكال ده مش صح ومش عارف ايه. ات سام بوينت مش بالطريقه الاوفرد ده لو احنا مش عاملين حاجه هنسميها الراندومايزيشن احنا هنعملها. ساعات بيبقى في الايفالويشن خلاص عندي عيان عنده بلورال افيوجن، يعني احنا عندنا تيومر بيبقى سهل قوي كان 10 سم بقى 9 سم دي مسطره. فتقول والله ده اوبجيكتيف اسسمنت مش محتاج ان انا ابقى يعني مش هيحصل بايس فيها ده انا في المسطره. طب تعالى بقى لقينا عندنا مثلا بلورال افيوجن ميه زادت ولا قلت؟ دي اصلا الميه عامله كده وبتبقى حتى لوكيتد ومش عارف ايه. يوجوالي الاسسمنت بتاعنا ليها بيبقى شويه سبجكتيف في شكلها قليل. طب هو العين كان بزل ولا ايه؟ هو يعني كان يمكن حصل حاجه ثانيه في الموسم. لا لا ده هي الميه زادت بس هي شكلها قلت عشان هو العين كان بزل. كان شال ميه شويه من الموجوده دي. اصبح الاوبجيكت الاسسمنت بتاعي بقى سبجكتيف. كل دي حاجات مشاكل بتقابلنا لما بنعمل الستاديز. المشكله الاكبر لما بتاسس الستاديز لان انت عايز تطبق الكلام ده على العيانين بتوعك. طيب راندومايز ترايل الديزاين بتاعه بيبقى عامل ازاي؟ راندومايز كنترول ترايل بيبقى عندي بوبيليشن سامبل. يعني انا في مجموعه عيانين دايابيتكس هاخد منهم مجموعه هاخد سامبل لان انا عمري ما هقدر اخد كل الدايابيتكس الموجودين في العالم. فالفكره دي ليها علاقه بفكره الانسرتينتي. عارفين ليه دايما انا عندي حته البي فاليو حاجه اسمها الكونفدنس انترفال؟ وانا كنت هبقى متاكد ان العلاج بتاعي ده بيجيب نتيجه بالظبط في كام في الميه من العيانين في حاله واحده بس. لو انا باخد كل العيانين الموجودين في العالم ولو حظي الاسود ان كان في واحد مسافر على القمر في الوقت ده ما خدتوش معايا انا مش متأكد.
بعدين باجي بعمل حاجه اسمها راندومايزيشن. يعني ايه راندومايزيشن؟ يعني انا النهارده مش عايز يكون ليا دور في اختيار مين هيكون عشان ما يبقاش انا باثر على النتيجه بطريقه سب كونشس او كونشس. بس هنعتبر ان انا انسان يعني مش نصاب، بس انا سب كونشس ممكن اعمل حاجات. يعني ممكن ابقى جاي عارفين لما واحد يجي يمتحن حد شافه ويبقى عارف الطلبه، فهو عارف مين شاطر ومين مش شاطر. فجاله الشاطر ده وجاله مانتا الدكتور. يعني سأل سؤال سأل سؤال تاني جاله مانتا الدكتور مع انه شاطر. فبص انا عارف يا عمر ان انت شاطر، بس انت النهارده ما عملتش كويس، فانا هديك يعني هديك 5 من 10 هنجحك، بس انت خلي بالك انت النهارده ما عملتش كويس. بيجي الطالب التاني اللي انا عارف ان هو ضايع، وابتدي اساله اساله اسئله يجاوب على شويه اسئله سهله، ويجي عند الاسئله الصعبه ما يعرفش يجاوب. في حين انه في الاخر الاجابه بتاعته كانت هي الاجابه بتاعته. ده سب كونشسلي اسمه بايس. وده بقى مشكله بتحصل تقريبا في معظم الاسئله. عشان كده الديزاينز اللي بتتطور دلوقتي زي الراندومايز كنترول ترايل هدفها ان هي تلغي بايس في كل حاجه. ودي اصل، ولما بنعمل سيستماتيك ريفيو احنا عايزين ندايوت الايفكت ده كمان اكتر واضح. لان النهارده عندي واحد بايس ناحيه حاجه، عندي واحد بايس ناحيه حاجه ثانيه. البايس ده مش مجرد انا كشخص، البايس ده بيبقى ممكن ساعات بسبب التول اللي انا بستخدمه في القياس، ان شطاره الناس. انا النهارده عايز اثبت ان التكنيك ده في الجراحه احسن. ما هو يمكن نجح في المكان ده عشان الجراحين كانوا شاطرين، والاستادي دي قالت ان هو مش حلو عشان الجراحين ما كانوش شاطرين. اسمه بايس. صح؟ فببتدي اعمل راندومايزيشن. راندومايزيشن يعني ايه؟ ان انا بخلي الناس هتتوزع ما بين مكان على ارم اي او ارم بي بيورلي باي تشانس. يعني ايه بيورلي باي تشانس؟ يعني each patient، دي الديفينيشن بتاعتها واذا انت فاضل كويس. each patient has 50% او has equal chance to be entered in each of the groups. يعني كل عين بيخش، كل عين جديد بيخش، لما يجي يخش في الانترفنشن جروب واحد واحد او الشانس الادرس الادرس على فكره
وموست بروبلي الستارز اللي قبل كده بتقول لي ان الدواء ده شغال في احتمال كبير احنا احسن من اللي قبليه فعلا. طب العكس صحيح؟ يعني احنا مش عارفين خالص طبعا اذا كان احسن من القديم ولا لا. وعلى الاثنين على فكره ما كدبتش في الاثنين، الاثنين بقول نفس الكلام. في ستارز قديمه بتقول انه يمكن احسن، بس هي ستارز اضعف عشان كده عايزين نعمل ستارز دي عشان احنا مش عارفين كام. والادفست افكتس في طبعا زي اي دواء يعني بكل الادويه بتاع الادفست ممكن ساعات تقول ان هي كده هاي جريد توكسيستي. انا طفشت العيان. يبقى اذا كل ان انا اصلا عارف هو هيجراندمايز في اليوم ده لاني جروب اصبح ده بايز. راندمايزيشن من الاخر معناه ان انا اعمل كورن. وانا مش عارف خالص بعد ما اخد منه الكونسيبت، يعني انا بشرح له كل حاجه بقول له هتبقى في جروب A او B لسه مش عارفين، موافق موافق. وانسى ان هو قال موافق ومضى نبتدي بقى في الفيوز كارد. خلاص؟ هيتوزع لواحده من الجزء وياخد الديزيز وبعمل له اسسمنت في الاول بقيس في صفر مثلا مرتين ثلاثه وبديله تريتمنت ونعمل اسسمنت فيه عشان في كل جروب نقدر نقول الديفرنس حصلت ايه. خد بالك المشكله ان احنا ما بنجيبناش عيانين هنا، انا عيان رقم واحد وعيان رقم اثنين، عيان رقم واحد وعيان رقم اثنين. العيان اللي جالنا السكر بتاعه 200، الثاني ده جالنا سكر 200، عيان رقم ثلاثه سكر 250، عيان رقم اربعه سكر 250. ما بيمشوش بالسيكونس دي، انت بيبقى عندك ارقام هنا مختلفه وارقام هنا مختلفه، وبعدين نفس الناس دي هيتحولوا لارقام ثانيه اقل شويه، نفس الناس دي هتحول لارقام اقل شويه. فانا عايز اعمل اسسمنت لكل جروب عشان اقيس الديفرنس اللي حصل في كل جروب وقارن الفروقات دي من الشخص ما بين الجروب. نبتدي نخش في الكريتيكال ابريزل. دي حاجه احنا كنا بنستخدمها اسمها البيت، حاجه اسمها جرافيك ابروش تو ايفن فيس براكتس. واحدة من التولز اللي بتستخدم في الكريتيكال ابريزل دي واحده استخدمناها بس هم كتار جدا وقد لا تكون اسهل واحده عشان تبقى صوتها اعلى. بس دي يعني اللي كانت عندي جاهزه حطيتها، بس في الاخر كلهم بيدوروا حوالين نفس الفكره، كلهم هيفكروا نفس الفكره. ايه هو التفكير ده؟ ان انا لما بيبقى عايز اعمل اسسمنت او عايز انا اكشن لما عايز اسمع الاسسمنت في الحياه او عايز اعمل بابليكيشن على فكره كله هتلاقيه بيفكر بنفس الطريقه. عايز اعمل ريسيرش، عايز ادور على اجابه للعيان بتاعي، عايز اعمل ايفالويشن للبابليكيشن دي. انا بسال نفسي سؤال واضح اسمه البيكو كويشن. سمعت عن البيكو كويشن؟ في ناس اكيد سمعت عنه. البيكو كويشن هو اختصار، هتلاقي احنا بنحب نستخدم حاجات اسمها الاكرونيمز. الاكرونيمز يعني اللي هي حروف اختصار لكلمات بتسهل لنا ان احنا نفتكر الحاجات اللي احنا عايزينها. بيكو هو البوبيليشن او البيشنس اللي انا عايز استخدمه، اللي انا عايز اعمل عليهم البحث. الاي هو الانترفنشن، ساعات بيسموها اي اكسبيرمنت. السي هو الكنترول او الكومباريزون. الاو هو الاوت او الاوبجكت اللي انا عايز اعمله. وساعات بيقولوا البيكوت، حطوا التايم كمان معايا. لما اجي اعمل الاسسمنت بتاعي مع البارتيسيبنت او البوبيليشن. البوبيليشن دي عندنا ثلاث مستويات. عندنا السورس بوبيليشن، الداتيكس كله في العالم. عندي الاليجيبل بوبيليشن. انا هبتدي اقول والله السنه ستادي بتاعتي دي انا هعملها على العيانين اللي من 18 ل 70 سنه. ليه من 18 ل 70؟ عشان انا عايز اقيس، او اقول 18 ل 60. ليه من 18 ل 60؟ عشان انا عايز اقيس لونج تيرم اوت. فانا اخدت واحد عنده 70 سنه وعايز اشوف الدس بسبب مثلا الدايبتي بسبب رينال فيلير او وات ايفر. لما انا بعد 70 سنه اصلا بروبيليتي ان هو يحصل له الحاجات دي بأدوات تانية أو إن أنا ما ألحقش أجي أشوف الإفكت بتاع الدواء بتاعي عليه احتمالية كبيرة، فأنا هاخد الناس اللي هم لغاية 70 سنة بس، وهاخد من أول 18 بس، هاخد مثلا مين في الكونفدريشن بتاعتي، هاخد العيانين اللي في مصر أو في القاهرة أو في عين شمس دولت الليجن بتاعتي، هاخد العين هقول مثلا اكسكلوجن كريتيريا، مش هاخد العينين اللي هتتنسل، لأن أوريدي هتتنسل دلوقتي ياخدوا أدوية تانية ممكن تتفاعل مع الدواء اللي أنا عايز أشوفه. هبتدي اعمل اكسكلوجن كريتيريا. ليه؟ بهدف ان انا ابقى في البحث بتاعي ببحث النقطه دي بس، مش عندي حاجات ثانيه متداخله تغير الموضوع. بعد كده من الاليجيبل بوبيليشن دي الناس اللي هم الاليجيبل بوبيليشن ممكن يكتر جدا.
سنت بس مش هتظهر تاني بعد كده، هتختفي تماما. في ناس اصلا انا مش هشوفه، او في ناس انا خلاص هكون جمعته اللي انا عايزه، فالاليجيبل بوبيليشن ما زالت موجوده، بس انا خلصت خدت البارتيسيبنت ستار اللي انا عايزه. اوكي؟ مشكله الموضوع ده شايفين القاعده بتبقى اكبر في الاول لاصغر. دول هم اللي انا هشتغل عليهم. دولت اللي انا عايز اعلمه. دولت الوصفه اللي ما بينهم، يعني ايه الوصفه اللي ما بينهم؟ انا النهارده اخترت العيانين اللي كانوا مثلا زي 25 ل 50 سنه. اوكي؟ ده كان الانكلوجن كريتيريا بتاعتي. فابتديت اقول والله طيب عملت الاستوري وطلعت ان ايه احسن من كده. فهاجي اطبع يا جماعه انتوا ممكن خلاص ايه احسن من دي في علاج الدايبيتس. سوري انت قلت في علاج الدايبيتس بس هي اكشلي انت اشتغلت في علاج الدايبيتس لعيانين من 25 ل 50 سنه بس. فانا ما تقدرش تطلعه في الماركت الا للعينين من 25 ل 50 سنه. هتيجي ورا المحكمه بقى، المحكمه بنتكلم عليها. بس انا اخترت الجروب ده عشان اصغر من كده كان عندي مشكله اسك اللي انا مجرب عليه، واكبر من كده ما كنتش هلحق اشوف اللونج تيرم، لان انا اصلا محتاج 15 سنه عشان اشوف اللونج تيرم اوتكم بتاع الموضوع. فانا صحيح الدبل الليجبل بوبيليشن دي بس اي كان اكسترابوليت. اكسترابوليت يعني ايه؟ ان انا اطبق يعني اخد المعلومه دي واطبقها على مجموعه اوسع من الناس، على سكوب اوسع من الناس، يمكن اكستراكوليت الداتا دي، لان الحقيقه بيأثر على الدواء ده ونتيجته. ممكن اكون غلط، على فكره الدسكشن دي مش بتكون صح ولا غلط. هو بس اللي عنده رشامات اقوى يكسب. بس مش دايما ده معناه ان المتهم بريء والعكس. تمام؟ اديك مثال تاني. انا هقول والله ان انا عملت اكسكلوجن كريتيريا لعينين الهايبر تنسر. فالكونكلوجن بتاع الـ بتاع الـ بتاع الستادي هتقول ان انا الستادي الدراج بي احسن من دراج اي في علاج الدايبيتس. فاقول له فايه اللي ممكن نطبقه على كل عينين دايبيتك؟ فاجي اقول له لا انا اسف ما طبقه على عينين دايبيتك النون هايبر تنسر. مش انت في الستادي بتاعتك ما درستش الهايبر تنسر. يقول لك طب ما هي يعني انا مهمتي الدايبيتس مش عارف. اقول لا خلي بالك الهايبرتنسيف بيحصل ما بينه وما بين الدايبيتس اصلا بيعملوا افكت على نفس الحاجات، على الريتينوبس، على رينال فيلر، على وات ايفر الاورجن ديزيز. هبتدي اقول له لا انت الدراجز اللي بتستخدمها في الهايبرتنشن في عندي رشامات بتقول ان هو بيتراكت مع الاثنين. فانت كلامك على عيني وراسي في العينين النون هايبرتنسيف. It can be the standard of care for non-hypertensive. لما نيجي نتكلم على الهايبرتنسيف دايبيتكس لا اعمل لي ستادي ثانيه بتجاوب على السؤال ده. لان انت ما تقدرش تكسترابوليت الكلام ده ما تبقاش يعني ايه طماع. الماركت بتاعه هو عايز الماركت بتاعه يكبر. فلما تبقى عليك دايبيتك نون-hypertensive بقى عليك كل الدايبيتكس. لا فتقول له معلش عايز تقدر تكسترابوليت الكلام ده على الهايبرتنسيف كمان اعمل ستادي تكون مدخل فيها الهايبرتنسيف. طب ايه مشكلته لو دخل ستادي؟ ده يمكن الناس اللي بتقرر شويه. ايه مشكلته لو عمل ستادي تاني؟ لما يدخل هيتكسر. ايه مشكلته لو فساعات انا لما بيكون عندي في ديزيز الدنيا مفيش حاجه اصلا بعالج بيها
واقول لهم ده شغال اشتغلوا اشتغلوا بيه وبعد كده انا هعمل استادي تاني ومطلعش. او ساعات كمان انا البروس بتاع الدواء ده بياخد وقت، بمعنى انا قبل ما اشوف الدواء ده هيقلل دايابيتك التنفس فيه ولا لا، او هيقلل الدنيا فيه ولا لا، طب هتاكد الاول ان هو بيقلل السكر اصلا، فانا هبتدي استادي صغيره بتقول لي انا بقلل السكر، بعد كده اعمل استادي ثانيه او بارت تقول لي ان هي بتقلل الاول. هي المشكله اللي احنا بنتكلم عليها وانا هبتدي الابريزل في الكونكلوجن اللي بيوصل بيها من الشخص اللي عمل استادي، ان واحد يكون بيقلل السكر بس بيقول لك ده علاج ممتاز للدايت زي ما بنسمع كده عندنا ايه العلاج بالذهب بتاع مصطفى السيد، احنا يعني حياتي جحيم بسبب انسان عظيم زي الدكتور مصطفى السيد. ليه؟ هو الراجل هو مشكله مش في عقله، المشكله في الكونكلوجنز اللي طلعت في الراجل. الراجل قال ان انا بقدر اعمل نانو بارتكلز بالذهب، وان النانو بارتكلز دي بوتنشلي تقدر تحمل عليها كيمو ثيرابي فتوصل للتيومر بدل ما توصل للاورجنز العاديه، فتبقى تعمل تحسن لي حاجه بنسميها الثيرابيوتيك اندكس. انا ماكسيم افكت على التيومر بينهم افكت على النورمال تيشو. الحقيقه بقى ان هو اكتشف البارتكلز دي لسه ما طبقهاش، لسه ما عملش بيها تريك من ده. الجرايد قالت ايه؟ قالت حاجه ثانيه خالص. قالت ان هو اكتشف تريك من عظيم للكانسر. الدكتور بقى انا بعد العيان امسك يقعد على جنبه امسك حياته ويقول لي ايه المفشل يا ابني خلاص ليه ممكن؟ طب ما نروح نسافر من العلاج بتاع مصطفى السيد يا جماعه لا مش هلاقي دكتور وراي عشان مش موجود عندك مش دي القضيه. الكونكلوجن دي لازم تبقى بيزد على الحاجه اللي تعمل. فانا النهارده لما انا اعمل استوديو على ديزيز اورينتد افرس اللي هو السكر قال لي بس اطلع بالكونكلوجن اه دراج ايه ريديوس blood sugar more efficiently than drug B. Thus, we can do another research to study بقى long term effects بتاعه. مش ان انا اقول ان drug A احسن من B في العلاج طول عامة in general. اول بقى لما كان expert opinion هو الشخص اللي هيطبق الكلام ده. تمام؟ عندنا جراحة جديدة طلعت في studies كلها بتقول ان الجراحة دي better in treatment of this disease. عندنا حاجة اسمها في البريست كانسر sentinel lymph node biopsy. يعني ايه؟ يعني يحقن مادة كده زي داي أو حاجة مثلا اللي هي حوالين التيومر، المادة دي تروح تعمل لها صلاة ريتش بدل ما يشيل الأثرية الفلوس كلها وتبقى عملية كبيرة، هيشيل مجرد بس الليمف نود الصغيرة كده اللي هم وصلوا للداي ويعمل لها أسسمنت بدل ما يشيل اذا تبقى اكتر في العالمي ولا في البنجلاديش؟
اكيد على فكره برضو اعملوا ابريزل اللي انا بقوله مفيش سبتمتي مفيش سبتمتي يعني مش هتاكد من اي حاجه خلاص بس انا بقول بس انا لما باجي وعشان كده لما بعمل ابريزل بيحصل ايه الواحد يطلع ستادي بابليكيشن الابريزل اللي احنا بنقوله ده واحد يكتب حاجه اسمها كومنت اسمها حاجه اسمها كومنت في الجورنالز الكبيره حاجه واحد كبير قوي اكسبرت اوبينيون بيطلع كومنت ايوه بس انت في الاستوديو بتاعتك دي انت كنت منقي عيانين مش هما اللي المفروض تلاقيهم فيبتدي التاني اللي بيتكلم من الاستوديو يرد على الكومنت اللي ده بالكومنت اللي جاي فيثبت ان هو كلامه كان شكله عاقل وفعلا لوجيك يثبت ان هو لا ان هو كان عنده لوجيك اقوى منه في الاخر ممكن يطلع يكون غلط اصلا مش عايز الخبط بس هو ده الدبس اللي انتوا المفروض توصلوا له فانتوا بتتعاملوا بيه كده تفتح الكاميرا انت بتحاول تثبت اللي قدامك غلطان مش عشان انت عايز تثبت ان هو غلطان يعني انت اكشلي جواك في الاخر انت محتاج الدواء ده عشان تطور عيانك بس انت العيان بيوكلك ان انت تعمل ابريزل للحاجه دي يقول لك يا دكتور علمني احسن حاجه على فكره دي مسؤوليه كبيره جدا تحسوا بيها لما تخش طب اللي هو اول يوم في الامتياز قدامك واحد بيكح انت لو كتبت انت لو مشيت ورا اي واحد من اللي هم ايه الحاجات اللي عارفين الكتب اللي بتتباع في مكاتب المرضى اللي هو ايه اي الروشتات الجاهزه دي يعني عايز اقول لكم كانت بالنسبه لنا منقذه واحنا امتياز منقذه فعلا انت جاي مش عارف تعمل ايه مش حافظ الادويه والكلام ده كله مصيبتها ان هي مش بتمشي سيستماتيك انا عندي عيان كفت فبقى الاكسكلود بس ان ما عندوش حاجه سيريس يجي في واحد كبير مثلا واحد يقول لك انا بكح وبرسم بقالي بقالي اسبوع مش انا قاعد انا جاي تاني مش هعمل له تشست اكسرين وكبر او هديله مثلا انتي باس انا بكح بقالي سنتين لا ساعتها هبتدي بقى افكر انا عايز اكسكلود طب انت سموكر؟ اه انا سموكر طب انت حاسس بتشست ايه؟ اه ساعات ببتدي اقول طب لا احسن اكسكلود بس ان هو ما يكونش مثلا حاجه برونكوجينيك كارسينوما بعد كده اديله عليه كحه عادي مش مشكله تمام نرجع تاني للستنج انا النهارده لما بختار الستنج بتاعي انا عايز اشوف احنا طلعنا من الستنج العالمي الكومبلاينس ترجع تاني للستوري سيتنج احنا النهارده لما بنتكلم على مثلا البلد البوبيليشن دي من الهند ولا من مصر ولا من امريكا في جينيتك فاريشن هل النهارده اقول لكم مثال بس مثلا اليابانيين عندهم جاستريك كانسر في الستومك كانسر في الستومك كتير جدا بسبب الهابت بتاعتهم ولذلك الجراحه بتاعتهم متطوره جدا الجراحه اللي بيعملوها في اليابان عاده حتى ما بيعرفوش يعملوها في امريكا زي اكستندد سيرجري زي راديكال سيرجري الريزلتس بتاعتها ممتازه يعني في سم بوينت ان هي جابت نتائج بس هل انا اقدر اطبق ده لما انا اطلع ستادي بقى بتتكلمي مثلا على تريتمنت اتاخد بعد الجراحه والتريتمنت ده الايفاليوشن بتاعه اتعملت في اليابان هل انا اكستراكوليت بسهوله الكلام ده في كل مكان؟ مع يمكن نتائج مختلفه بسبب ان هم بيعملوا جراحه في اليابان ما بتتعملش في اي حته ثانيه يبقى اذا الستادي سيتنج طبعا خدوا بالكم هو لو انتوا بتعملوا ايفاليوشن من ده وانتوا مش اونكولوجيست يعني انتوا اصلا مش عارفين قصه اليابان في الكانسر وحد اداكم بابليكيشن كده قال لكم اعملوا ايفاليويشن دلوقتي للتريتمنت ده في الجاستريك كانسر هتيفاليويت البيبر اللي قدامك انت مجرد هتيفاليويت المعلومه اللي قدامك عشان كده اللي بيعمل ايفاليويشن ده مش بس ان هو يقدر فاهم ان هو بيعمل ايفاليويشن ازاي انما هو كمان لازم يبقى متخصص في الحاجه اللي بيعملها عشان كده لما بيبعتوا الجورنال عنده الايديتورز ويجي له ارتكلز يبعتها للبير ريفيو بير يعني واحد زميله يبعتها لواحد زميله في نفس التخصص يراجع نفس المعلومات مش بيراجعها هو كريفيور كما هو كريفيور يفهم يعمل الاسئله اللي كنت بتقول لك بس هو محتاج حد يراجع المعلومات كامله اللي الليجبل بابليشن انكلوجن اكسكلوجن كريتيريا الانكلوجن كريتيريا والاكسكلوجن كريتيريا
اللي عنده الكاريوز فلاج اللي عنده مثلا اورجان دي عنده ليفر فيلير او رينال فيلير مش عارف اديله كيموثيرابي اللي عنده ديزيز تاني كانسر تاني ده كان بياخد تريتمنت تاني ممكن ياثر على التريتمنت اللي انا بديه الكلام ده انا بستخدمه ليه زي ما قلت عشان اقلل البرفورمنس رايت عشان بزود حاجه عندنا اسمها الاكسترنال فاليد متاكد ان النتائج اللي انا عملتها دي ريليت للانترفنشن اللي انا عملته مش ريليت لحاجه ثانيه تنفعني من دخل شويه معايا مش معايا دلوقتي المشكله ده بقى ان هو بيقلل حاجه اسمها الاكسترنال فاليديتي يعني ايه الاكسترنال فاليديتي يعني انا اقدر اطبق المعلومات اللي انا هوصل لها دي بقى على البوبيليشن كلها انا اقدر اعمل الاكستراكوليشن بتاعها المشكله الاثنين عكس بعض والاثنين بالنسبه لي مهمين وهزود من ده اقل في ده وهزود الناحيه الثانيه اقل في ده وانا بحاول اوصل لحاجه في الوسط وعشان كده الدسكشن دي هتفضل دايما موجوده تفضل دايما الاستودي بيطلع لي حاجه الانكلوجن والاكسكلوجن كريتيريا دروس كده شويه اللي تحتها زي الاستودي اللي كنا شفناها مع كانت الاستادي بتتكلم عن بريست كانسر الاكسكلوجن كريتيريا كانوا بيقولوا كده هي كانت مالتي ناشونال ستادي بيقولوا للدكاتره الانفستيجيتور بص هو الاكسكلوجن كريتيريا اكوردنج للانفستيجيتور اوبينيون بس البروتوكول اونلي سجستد ان هي لو كان عندها بنيتر هايبرفيزيا او عندها ستروك او عندها بروبلم في الكوربيليشن بروفايل اونلي سجستد معناها ان ممكن في مصر تكون بدخل عليه في فرنسا ما يكونش يدخلوا عليه دول ممكن في اليابان يدخلوا كل واحد بيمشي اكسكلوجن كريتيريا ده مشكلته ايه؟ قلت له ده حلو الاكسترنال فاليديتي ولا وحش؟ طب في الاكسترنال فاليديتي حلو جدا عارفين ليه؟ لان الحقيقه انا لما باجي اعالج العيانين دول بلاقي عيانين عندهم ناس بلاقي عندي ناس عندهم ستروك ولاقي ناس عندهم كوربيليشن بروفايل بروبلمز قلت لهم عينينا هقابلهم ما العيان ما بيجيليش في داخل العياده دكتور اجي لسه في الانكلوجن والاكسكلوجن كريتيريا بتاعتي انا عندي كذا 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 ما عنديش كذا 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 فانا اقدر اطبق عليا الاستمرار لا هو الحقيقه مش كده الحقيقه ان هو العيان بيجي لك كل اربع شهور ورا ما تعرفش تخصصه حتى صغيره وفي الاخر البارتيسيبنت بتوع اللي هم هيطلعوا من الاليجيبيليتي الاكسبوجر اند كنترول لما بنيجي نتكلم عن الاكسبوجر اند كنترول الاستادي لما بنيجي بقى دراسه او لما نيجي نكتب عن الاستادي نفسها اهم حاجه يهمني في الكلام ده حاجه اسمها الريبوزيشن النهارده عشان استادي تبقى مكتوبه كويس لازم اقدر انسب كل حاجه عملت فيها واقدر اكررها تاني زي ما هي واوصل لنتائج ان شاء الله لو انا في البروسيس ده في معلومه ناقصه تخليني ما اعرفش استخدم نفس الطريقه يبقى عنده عيب في الدفاع بتاعه اللي كان المفروض يدافع عنه قبل ما انا ما اهدى بمعنى انا النهارده هستخدم مثلا هقيس حاجه في السيرم بلاد ليفل عايز السيرم بلاد ليفل بتاع البانيتين فانا عايز اثبت ان انا الدراج بتاعي ده هيوصل سيرم دراج ليفل ل 30 اعلى من الدواء اوكي طب انا هقيس ايه؟ هل انا هقيس ال 30 ليفل ده كنت قست في التوكسيكولوجي ديبارتمنت بتاعي؟ التوكسيكولوجي ديبارتمنت بتاعي كان بيقيس بايه؟ كان بيقيس بالجهاز كذا بالتكنيك الفلاني الجهاز الفلاني اللي انا اشتريته من شركه فيليبس مثلا من السنه الفلانيه السيريال نمبر الفلاني. انهي طريقه ان انا اقدر اريبروديوس الكلام ده صح؟ ان هو يقول لي انا قست السيريال البرميتين وخلاص ولا انا قسته بالتكنيك الفلاني بالطريقه الفلانيه واستخدمت الماتيريالز الفلانيه في الايوز بتاعي. في البيزك ساينس ده مهم جدا ان هو يقول لي انا استخدمت الحاجات الفلانيه. نفس الكلام لما بنتكلم في الاكسبوجر والكونكارزن. انا كنت بعمل ايه؟ لازم اقص كويس قوي. انا كنت بدي الدواء ايه؟ بدوز 20 ملغرام بير كي جي
20 جرام بير كي جي، درس الدواء بي 10 ملي جرام بير كي جي. يعني كنت بدي قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ وده مش ممكن يأثر؟ كنت بتسمع الناس تقسم الكورس المسلم ولا لا؟ طبعا يعني دي تفاصيل زياده مش شرط، ما اقولش النقطه اللي هو مكتوبه، بس هو ده الدرس اللي احنا بنحاول احنا نوصل له، لان هي اللي ممكن تأثر فعلا على النتائج بتاعتكم. كنت بتبليت ازاي؟ كنت بعمل له سيتي سكانز. بتعمل له سيتي سكانز اللي هو يعني لو بيقيس كل نص سنتي ولا بيقيس كل سنتي؟ طب كنت بتعمله كل قد ايه ايفالويشن؟ كنت بتعمله كل 3 اشهر ولا كنت بتعمله كل سنه ايفالويشن؟ في الاستادي برضه اللي احنا شفناها كان بيتكلموا على عينين بس كانسر اللي هم يعتبروا خفوا، وبندي هرمون تريتمنت جاست بريفنت ريكارنس. الكارنس ده اصلا بيحصل على مدار سنوات بعد كانسر بعد 20 سنه. فايز هم كانوا بيقيسوا كل سنه، كان السؤال هل ده كفايه ولا مش كفايه؟ انا شايف ان هو اصلا ده الديزيز بيحصل الكانسر على مدار طويل، والفرق ما بين الجروب والتاني كان بيحصل فرق سنين. انما لو انا بتكلم مثلا على ديزيز بيحصل له التغير بتاعه ممكن يحصل في خلال 3 اشهر او 4 اشهر او 6 اشهر. لما انا اعمل ايفاليشن كل شهرين ده يبقى اطول، لما اعمل ايفاليشن كل سنه ده هو اللي هيحصل ايه؟ لو انا الديزيز ده انا مش هلاقي فرق اصلا في لان انا بعمل ايفاليشن النهارده ده في اللي بتخش كتير. بعد سنه عملت ايفاليشن لقيت ان في الجروب ده كانوا 10 خمسه ماتوا، وفي الجروب ده كانوا 10 خمسه ماتوا، بس في الجروب ده خمسه ماتوا في الشهر الاولاني، في الجروب الثاني خمسه ماتوا بعد 3 اشهر. هو في فرق بس هيكون نوت ديتكتد عشان الطريقه اللي انا كنت بعمل بيها ديتكشن ما كانتش كويسه. هل هو ستاندرد اوف كير؟ هل هو مجرد بلاسيبو؟ تفرق معايا؟ لان انا في الاخر انا هقارن ده بستادي ثانيه موجوده على ادويه ثانيه. سوري كومباريتور اكسبوجر هو الوكيشن ماسك. انا عملت الوكيشن ازاي؟ عملت راندومايزيشن ولا لا؟ هو طبعا عشان نتكلم على راندومايز كنترول ترايل تكون ابتدت توضح يعني ايه ار سي تي. بقى يعني خصوصا كلمه ار سي تي عشان الناس في المجتمع العلمي اللي هم بيبقوا شويه عنصريين يتكلموا بعض ما بيتكلموش احنا بره عاملين دول ار سي تي كده. ار سي تي يعني راندومايز كنترول ترايل. راندومايز عرفنا يعني ايه راندومايز. كنترول يعني في كنترول، يعني انا بقارنه بحاجه ثانيه. مش بقيس هو لوحده كده وخلاص. هقيس هو لوحده بيعاني. مش عارفني. قارنه بحاجه ثانيه. يبقى احنا بنتكلم على راندومايز كنترول ترايل. ترايل يعني انا بجرب. الالوكيشن مثلا لما بنتكلم على راندومايز كنترول ترايل يبقى لازم size. موضوع كبير جدا.
هنا الاولى ببساطه شديده. انا النهارده مش هقدر اعمل الاستوري بتاعتي على كل البوبيليشن اللي انا عايز اعالجها. هاخد سامبل منين؟ هاخد البيت. هل انا النهارده انا عندي تو جروبس اهو موجودين قدامي، انا عايز اقول مين اطول من مين؟ هل انا ينفع اخد سامبل اخد عمر واجي سامبل تاني للدكتور واقول ان الجروب ده اطول من الجروب ده؟ هذا بقى رشد مثالية. مثالية الأحسن أنا أعمل إيه؟ تاخد الأب الحقيقي ده مثاليا. اخد الجروب ده كله واخد الجروب ده كله واخد مين هنا ومين هنا ستاندرد ديفيشن واقارن الاثنين ببعض، تمام؟ بس ان هنا لو انا عندي هنا 10 مليون وهنا 10 مليون هقدر اعمل ده؟ مش هقدر اعمل ده. فباخد سامبل سايز. سامبل سايز يعني حاجه يعني عذبت ناس كتير قوي. الستاتستيشن زي ما قلنا ربنا يخليهم عمرهم ما بيسهلوا الدنيا علينا، ان احنا بنقول لنا كلام مكلكع حتى يعني ما بنبقاش فاهمينه قبل ما نذاكر ستاتستكس ونبقى تايهين اكتر بعد ما نذاكر ستاتستكس. سامبل سايز انا عايزه ان هو يبقى الرقم اللي يدوبك يقدر يديتكت اللي هو ان انا ما يبقاش بالصدفه اخترت حد كان اطول من واحد هنا في الجروب ده. انا عايز اختار سامبل سايز يبقى مور اور ليس لما الاقي فرق ما بين الاثنين يبقى ريبريزنتيف للفرق ما بينهم وكافي ان هو يديتكت الفرق ده. لو انا النهارده بالصدفه برضه اخدت واحد هنا 165 سم واخدت هنا 165 ونص ادي سامبل سايز اهو. في فرق ولا مفيش فرق؟ اعرف. هو طبعا لو 180 و150 اقدر اقول في فرق واضح، انما لما الفرق يبقى قليل الاقي ان هو ايه مش قادر اقول. طب اخد اثنين، الاثنين اللي اخدتهم من هنا 180 سم والاثنين اللي اخدتهم من هنا 150 سم. احساسكم كونفيدنس ان ايه تو صدفه زاد ولا قل؟ قل. يعني احتماليه ان ده يكون صدفه قل شويه. طيب انا اخدت هنا 165 167 واللي هنا 165 166. في واحد يعني ما اعرفش بقى في واحد من هنا اطول من هنا وفي واحد من هنا اطول من هنا او ممكن الاثنين اللي هنا يبقوا اطول من هنا لو اخدت الكبير مع الكبير والصغير مع الصغير اكسبها ازاي؟ ده يبقى عندي اللي انا عايز اوصله ايه؟ لما يكون في فرق اصلا الناس اللي هنا كلهم 180 الناس اللي هنا كلهم 150 لما اخدت واحد بس لقيت فرق بس انا مش متابع اخدت اثنين لقيت نفس الفرق اخدت ثلاثه تفتكروا ان هقعد اخد عدد كبير عشان افهم الفرق ولا احتمال اخد بدري لما الاقي ان كل اللي داخلين لي هنا 180 هنا 150؟ هقعد بدري لان انا الاقي ان الديفرنس عادي الديفرنس اوريدي عادي فانا اكشلي بعد فتره هقول في نفسي خلاص انا مش محتاج اكمل اخد سبت سايز كتير لعمر واضح ان كل دول قوام وكل دول قصيرين. تمام؟ لو الفرق قريب لو احنا الناس هنا متوسط ضخم الحي هم في الـ True Population 167 والمتوسط الحي هنا 165 وانا عايز اديتكت الفرق اللي بين الصفين ممكن عندك سامبل سايز كبير ولا سامبل سايز قريب؟ هي دي الايديا ورا السامبل سايز. خلاص؟ الستاتستيشن دور ان هو يعمل لي كالكوليشن للسامبل سايز اللي انا محتاجه بناء على ايه؟ انا كنت بديكوا برضه الاجابه افتراضيه هي المفروض احنا مش عارفينها. انا بقول لكم ان الحقيقه ان هم كلهم هنا 180 وكلهم هنا 150 فانتوا عارفين الحقيقه كذا فانا عارفين فانتوا سب كونشس قلتوا لي لا خلاص نقف بدري ولما قلت لكم انا المتوسط كذا متوسط كذا وعايز اديتكت فرق 2 سم فقلت لي انا محتاج يعني سامبل سايز كبير بس الحقيقه ان انا مش متاكد اصلا انا ما اعرفش ان الفرق 2 سم طب احسب السامبل سايز بتاعي ازاي؟ خلاص احنا عرفنا ان لو الفرق صغير محتاج سامبل سايز كبير. فرق كبير محتاج سامبل سايز صغير عشان اديتكت الديفرنس. هديتكت الديفرنس وانا متاكد 100%؟ لا. متاكد ان المستوى قد ايه؟ 95%.
5% constant term او اللي هو عكسه اللي هو بي 5 5% تقريبا دي فكره الفلسفيه اللي وراه الكالكوليشن طبعا هو اعقد بس انا بكرر الموضوع ده 100 مره 65 مره ان ايه اللي وراه اطلع عليه يعني الموضوع تمام الاكسامبل سايز ده يعني قدرت اكلكليت بناء على الديفرنس اللي انا متوقعه طب عرفته منين؟ انا مش عارف البوبوليشن الحقيقية كام خلاص بس انا عندي تجارب قبل كده اناليتيكال اوبزرفيشنال ستاديز طلعت لي ان في فرق ما بين الاثنين دول انا متوقع ان هو هيبقى قد كده على فكره هل الفرق ده لازم يبقى حقيقي مش عارف اعمل اكسبيرمنت اللي هو بعد كده انما لو بتقول انا متوقع فرق قد كده بناء على اكسبيرمنت المعلومات اللي عندي ده اللي انا قادر اتوقعه فاللي انا متوقعه ده هبني عليه الستاتستكس بتاعتي. ميبي توقعاتي دي كانت غلط في السامبل سايز فانا مش هطلع فرق ما بين الاثنين والكوبين بسبب من الاثنين لان ما فيش فرق حقيقي فعلا كده. او ان السامبل سايز اللي انا حسبته ده ما كانش كافي لان الستاتستكس اللي انا اعتمدت عليها كانت مداني معلومه غلط. This is how complicated it can be. خلاص؟ randomization. نرجع تاني لفكره Randomization is equal chances to enter each of the groups. So remember, يعني يعني العيان بعد ما بيني على الست هو مش عارف ولا هو هو يخش في just entering each card.
بس اوفرول هو انا عايز ان هو يبقى واحد لواحد او اثنين لواحد. معلش على المثال برضه اللي انا هقوله تاني يبقى يرفع.